الو الو محدش بيرد ليه؟ الو يا اختي اوعي. الو ايه شو؟ ايه يا سيد الناس؟ مين اللي رفع السماعه؟ لا دي البت كرامه. وهي ترد ليه؟ انا عارفه حلاوه تروح بقى. انت موبايلك فين؟ موبايلي؟ ماله يا اخوي؟ ده انا حاطاه في صدري. فاصل شحن. احطه صدري تاني علشان يرجع يشحن. حطيته. وحشتيني. يا راجل بطل، ده انت لسه نازل. لحقت اوحشك؟ انت ايه؟ ما بتفوتش فرصه؟ طب قول لي وصلتوا فين؟ انا في القسم. بيقولوا هيخرجوه من هنا. خليني مستني المحامي، معرفش تأخر ليه. سيبك انت بس من المحامي وخليك معايا انا هنا. وحشتك زي انت ما وحشتيني. طب تيجي نوزن نشوف مين وحش تاني اكتر. يا راجل مش وقته. تيجوا بالسلامة، مستنياك على نار يا روحي. استنى. ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. سلم علي، سلم علي لما جبني وسلم علي. لما انت البعيده لا مؤاخذه يعني في اللي هقوله، عارفه انك خرصه يا اختي. ما تبصليش قوي كده، هو انا بعيب على خلقه ربنا؟ بتاخدي ديلك في سنانك ليه اول ما المدعوق ده يرن وتقفشيلي في السماعه؟ عايزه تطمني على اسم النبي حرصه، ها؟ عذراكي صراحه سنين ياما قاعده مستنيه، وده خطر خطر علشان اللي في سنك. مش فاهمه والنعمه ما فاهمه. هبعت لك الكتالوج بتاعك تفهميها وتقولي. شربيه انت يا وليه، يا شربيه. نعم يا شوق يا بنتي، زي ما انت شايفه ايديا مشغوله ورايا شغل متلتل في المطبخ. طز اتفضلي شوفي الهبابه دي. قصدك ست الكرامه عايزه ايه وبقولي لي؟ انت هتجننيني يا بنتي، ما انت فاهماها. هو جديد عليكي؟ ماليش مزاج افهم النهارده، بطلت افهم النهارده. ترجميلي. امر لله. خير يا كرامه يا بنتي؟ في ايه يا حبيبتي؟ عايزه تعرف هما جايين امتى. راح يجيبوه من الاسم. اتهدي اهبطي وسلم على. اوعي من وشي. لما جبلني سلم على. ربنا يهدك يا مفكوكه. لما جبلني سلم على يا اختي. والنبي قمر، والنبي انت احلى مني. السلطان على كبرنا هتقطع بينا. اتفضل شاي. الود بين الاحبه موصول يا شاويش محمد. طمني ابنك اتعين في الداخليه ولا لسه؟ البركه في دعوات الحاجه. دعوات الحاجه برضو؟ وانت يا كبرنا حلوين. الله حلوين. اي حاجه يحتاجها تجيلي من عينيا الجوز. بقول لك ايه يا كبرنا؟ الفلوس دي كانت متشاله لك في الامانات، وانا قلت اجيبها لك بنفسي لاحسن يقلبوها لك وهما بيسلموك الحاجه. انا عارف ان انت طول عمرك نزيه ومش هتسال في المواضيع اللي زي دي. اتفضل يا كبير. الفلوس دي خليك رجاله زي ما انت، زي ما انت، زي ما انت. الفلوس دي يا شويش محمد للرجاله هنا، لكل الرجاله.
واي حاجه يحتاجوها، اي حاجه. رقبتي سداده اصل يا كبير، وكل شهر هيوصلك زيهم. طول عمرك كبرنا يا فندي. حلوين حلوين حلوين. خد يا مغاوي. العفو يا باشا. خد يا تسلم يا باشا. الله قول لي يا مغاوري، هو امورنا يا باشا. ايه حكايه الحبايه اللي انا لقيتها في جيبك امبارح؟ حبايه؟ حبيت يا باشا. بجد انا مش عاوز اذيك. انا عاوز اذيك بجد. كنت طلعت الحبايه دي من جيبك في وسط الاسم امبارح وحركت عليك الاسود من الاسود. لكن انا عديتها بمزاجي. صح يا باشا. انا هحاول سعادتك. بص يا باشا، انا الاسبوع اللي فات ده كله ما نمتش فيه غير ساعتين. وبعدين سعادتك عارف بقى هم البيت ودوشه العيال. وبعدين الواحد لو غفل نص ساعه يروح في 60 ده يا باشا، ما سعادتك فاهم. فنص حبايه من ديت بتخلي الواحد يبقى مركز كده يعني يا باشا. محدش من هم خالة يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه عفريت؟ هي كلمة ملهاش اخت. شيلي كرامة من نافوخك ولمي لتك جوه حنكك وضفري لسانك بعقده وشنيطه. انتي مرات اخويا وهي مرات ابني، وعايشين مع بعض تحت سقف واحد في بيت ملوش غير ست واحده بس، انا ضاويه ابو سنه. خش يا كرامه، حبي على راسها يا شوقي. لم نفسك كده وانت واقفه تصرصري، هتغرقي البيت. افتحي الباب. ديش يا خال للضروره احكام. ده اسمه كلام برضه يا بدران؟ ايه اللي اخرك كده؟ ده انا قلت حاجه ليك هنا. اصلا انا كنت بادي واجب انساني لابد منه. انساني؟ انساني وقطع عنواني. ده يوم تتاخر فيه برضك، ده احنا مستنيين اليوم ده فارغ الصبر. ما تقلقش يا خال، ما تقلقش. ما قلقش، ده ايه؟ الضابط اللي جوه بيقول انه هيخرج من هنا. ضابط ايه بس؟ اتقل. دفعه. اهلا يا متر، تحت امرك. راح فين ابن المكسوعه ده؟ اكيد بيقلب عيشه يا خال. عايزك تعرف لي خط سير المعلم خميس افندينا، وتعرف لي كمان ايه اخبار كشف المدنيه. خميس افندينا مين؟ افندينا اكبر تاجر مخدرات اللي حبسوه ظلم يا ولدها. هما مش هيخرجوه من هنا برضك؟ لا، ما هو لازم ياخدوه الاول على المدنيه عشان يكشفوا عليه، يعني يشوفوا عليه احكام تانية ولا لا. كبر كله كلام فاضي. وعلى ايه ده كله؟ مش كفايه 7 سنين ظلم وافتراء؟ خلاص يا خال، الناس ما بقاش في قلبها رحمه. لا مؤاخذة يا خال، ثانية واحدة. فين ابن الملسوعة ده تاني؟ أكيد برضه بيقلب عيشه يا خال. ما تعزم على حصول بسجاير ولا حاجة. عينيا حاضر. أيوه أيوه معاك. سيجارة؟ ما بشربش في الخدمة. يعني ال 20 جنيه هما اللي في الخدمة؟ خدونا على السرية، الحقنا يا أستاذ. طب اسمعي، مسي على الصول بشير بالشريط من اللي معاك، ورش رشة حلوة على اللي حواليكي برضه. هي كام ساعة بس أخلص المصلحة اللي أنا فيها دي، وبعدها أجي لكم جري عشان أخرجكم. يا البلد سايبة، بلد فيها قانون. واجب انساني برضك؟ لابد منه. هات يا جمال يا رب.
ايه يا ست كرامة، معقولة كل الخبط ده ومش سامعة؟ يا بنتي وحشك. بتحبيه قوي قوي بالشكل ده؟ ان شاء الله هيرجع بيته ويدفى فرشته ويغسل عينيه بطلتك الحلوة من تراب السجن. قول يا رب. مش انا قلتلك الست ضوي هتاخد لك حقك تلت ومتلت؟ ما انتي عارفاها بتشيب العيل في بطن امه، وبعدين هي اصلا مستحلفه لتلف لسانها حوالين رقبتها وتحزمها بيه وترقصها في نار جهنم ان شاء الله عشان يحرم يلدغ زي العقرب كده في البشر. عتب على عتب. سبارس سبارس يا كده افتكرت يا معلم. انت مش كنت خرجت ورجعت وانا ليه بطفى غيره؟ يا دي انت ايه جاحد؟ عيالك ما بيوحشوكش؟ يا رب اسمه كريم. ده كريم يا رب، هو احسن برضه يتربوا بعيد عنك، دي خلقه تربي نشأة. وعلى فين العزم ان شاء الله؟ لا ده لفه طويله، ايش مخدرات وايش ابن عام وبين عنان اللي هكون هربت الفلوس بره البلد. ده انت جاي منوعات بقى. طب خد امسك خلي دي معاك. لا خيرك سبع سنين المعلمين. ياد رزق ياد مكتوب لك ياد، خد ياد ما تقطعش. طول عمرك حنين يا سيدي المعلمين. والدنيا بره عامله ايه يا سبارس؟ ملطاشه يا سيدي المعلمين، والناس بقت معشقه في بعضيهم ومحدش فاهم حاجه خالص، واصعب حاجه اني ما عادش في المزاج. ايه الدنيا بقت صعبه؟ خد امسك. انا هطيب لك مزاجك. لا. لا ايه ده عدوي واخناتون، مفيش حاجه، مفيش حد غريب. خد ياد. الله، اي صنف ده يا معلم؟ صنف ايه يعني؟ مزاج الخير طبعا، هو في غيره؟ مهما الدنيا تتغير لا يمكن يتغير ولا ريحته ولا لونه ولا ميزانه. طول عمرك على اديب يا سيدي المعلمين. يلا يا حنان. يتوب علينا ربنا. ادي ساعتك وادي سلسلتك وادي خواتمك وادي يا سيدي مفاتيحك وادي محفظتك. الله، مين دي يا فندينا؟ جمانة مراتك؟ مراتي في حد بيشيل صورة مراته برضه يا جويش؟ على قولك ده ايه بفال عفش. بقولك ايه، انا اديلي فلوس لسوش محمد وكده يبقى امان يا فندينا. وصلت وصلت. شكرين. ما بتنساش حد قابل يا فندينا. ده رزق ويروح لاصحابه، هي دي الاسمه. بالحضن بالحضن يا اجدع رجال. هتوحشونا رجاله، يتوب علينا ربنا. ولا خمسة ولا ستيفة ولا خمسة.
ازاي تبقى كبير ومعلم، ازاي تبقى كبير ومعلم. هتصبح على الرجالة ونبص على كبير، اكتب كتير معانا اشرب يا كبير. افندينا 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 كلنا رجالة نجابكم بالأفراح. الغالي رجع والحسن رجع للبيت من تاني بالحضن يا غالي، بل ريقي ورد فيا الروح. طبطبي يا أم، طبطبي يا حبيبي يا ابني. نفضي تراب الظلمة من على كتفي. ما حسيتش إني كنت مسجون إلا دلوقتي، ولا سمعت صوت الرصاصة إلا هنا. الحمد لله إن ربنا نجاك. أنا قلبي اتخلع لما سمعت الخبر، بس برضه ربك حنين ورحمته سابقه قضاه. ما تصدونا بقى من الكلام اللي ملوش عايزه ده، الله خدونا في الفرح اللي العيد يا اخوانا. يا حبيبي يا ابني. كرامه انت لسه خرصه؟ امال في الساعه ده ابو جمعه، انت لسانك سابقك على طول كده. تحكي لغات، تعال يا كرامه. بلاش محن يا بنتي، انا ما احبش النسوان لما تقوى. سيبيها يا ام تعضل. الله مراته يا حاجه، سيبيها تفك عن نفسها شويه. بلا محن حريم، مش قادره تستنى لما يتقفل عليهم باب، ولا خلاص الزبده ساحت على الساق. والسما اتحرقت يما، واللحمه استوت، وطالبه اكال. اتحشم يا واد. يا ألف حمد لله على السلام. شو مراتي هي اللي كانت بتخفف عني مرار غيابك السنين اللي فاتت دي. نورت بيتك يا سي خميس. منور بيك يا مرات الخال. قال لك اسمها شوق. شوق. ها قربي يا شوق، حبي على ايد كبير البيت. حب على ايد افندينا شوق. لا إله إلا الله. لا مؤاخذة، وماله ما يضرش. خميس تعال اقعد على الكرسي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. للأسف يا فندم مفيش فايدة، الدنيا بقت مشبكة بتعطيها قوي وكأنها لازقة في غيرها. ما تعرفش يا فندم بتطلع منهم بجملة واحدة مفيدة، كلامهم كله كأنه شريطه بيتكرر على لسان الكل. التجار اللي من عينة خميس والنوح وغيرهم حاطين نفسهم في دايرة مقفولة، محدش يعرف مفاتيحها غيرهم. كأنه دستور يا فندم وكلهم متفقين على بنوده، وأيا كان الخلاف بين أي فرد أو أي حد في المجموعة دي، محدش بيعرف يخرج عن القانون ده. دستور ساري بين الكل. مهما اختلفت اشكالهم ولا ميولهم كلهم واحد. وده يا فندم اللي بيخلي وقعهم مش سهل خالص. لكن مش مستحيل. وعلشان كده احنا هنا. والكراسي اللي احنا قاعدين عليها دي شرف لازم نستحقه ونكون قد مسؤوليته. ومهما كان خميس او غيره من التجار فاكرين نفسهم اذكياء او حتى اقوياء، مهمتنا ان احنا نرميهم تحت رجل القانون. وساعتها بقى ميزان العدالة يتحقق. إن شاء الله. يا رب يا فندم. يا
معقول نسيكي يا فاطمة؟ نسي ضفايرك اللي كان بيعكسك بيها، ولا شنطة مدرستك اللي كان غاوي يجيبها لك؟ ولما اسأله ليه يقولي عشان تفتكريني وانتي حضنها. أنا كبرت يا خميس وتربيت على حواديت بسمعها عنك، يا خوفي لا تكون نسيتني ويا كل اللي اتنسى. يا رب. بيتش شربية مالت إن ليلتنا بيضة، ومن مميزات الليالي البيضاء إنها مش محتاجة كلام، ليها لغة خاصة بيها، لغة عالمية. قربي خديها. محتاج وقت عشان افتكر لغة الإشارة. طب خلاص 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 ما تزعليش، خلاص قوليلي عايزة تقولي ايه، بس واحدة واحدة. ها أدا ده السجن ولا في السجن؟ كنت عايش ازاي في السجن؟ مسجون، مسجون بين أربع حيطان يا ولداه وسط وشوش كئيبة، إنما أيامه عدت. بقول لك ايه بقى، واحنا بقى بقى الكلام في اللت والعجم، دي ليله سلام، دي مش ليله خميس وهتتضرب، لا دي ليله بعد 7 سنين عجاف. ولا انت ناويه بقى تقطيها قطع ارسال صوت وصوره؟ ها وحشتك. يتوب علينا ربنا. صدقي وتؤمني بالله، قولي لا اله الا الله. دي لا اله الا الله. حلو، دي حكايتك يا كرامه، شبه كل الحاجات الحلوه اللي الواحد اتهرب منها. بيقولوا في السجن ايامه بتعلم الصبر، وانا اتعلمت السكات، بقيت ساكت زيك كده. انما خلاص ايام ولت. العب رست 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 في العالمين. بس ما تخميش. كنت فاكره انك هترفع راسي وتنصفني قصاده، بس هو انت كده دايما تيجي قصادهم وتجيب ورا. اختك عايزه تكسرني وتذل نفسي. مره حبي على راس الغندوره، والتانيه حبي على ايد افندينا. والله اعلم بقى المره الجايه هحب على رجل مين. مالك يا راجل بتبصلي كده ليه؟ زي ما اكون مجنونه ولا بقطع في شعري؟ لما تلم العيال احسن وتزقلوني بالطوب. اهدي اهدي يا شوق، عاملاها مش مستاهله. كرامتي مش مستاهله عندك يا راجل؟ انت مش حمل ضاويه ولا حمل سماها، ولا حد في الكون ده كله حمل جزة من نبا. انت اللي مخك مقاس رجليكي ضيق وعايز له قالب، معرفتش تكسبيها، خليتيها تحطك في دماغها، ويا ويل اللي ضاويه تحطه في دماغها. وانا بقى روحي في مناخيري، والاسطوانه المشلوخه دي مش عايزه اسمعها تاني، لاني مش طايقه نفسي وممكن اهج في اي لحظه. ايه اهدي اهدي يا عبيطه، اما مخ حجر على جسم ملبن. بص بقى انا فاهمك، ضاويه دي تتمنى تقلعيلها عين، ولا انك انت تمس خميس بكلمه واحده. لو انت بقى عايز تعيش في سلام لازم تكسبيها، وعشان تكسبيها
لازم توطي وتحب على ايد فنزينة. ليه؟ ده انا على ذمة راجل. بقول لك ايه؟ ما تدخليش عيشة في ام الخير، تيجي غير دي. خميس ده املنا كلنا. املنا عشان نرجع تاني ملوك الصنف ونقدر نقيم راسنا في السوق ونرجع بيتنا اللي اتاخد غصب وخلانا نضطر نلعب في القطاعي اللي راحت عليه وخلانا نستحمل رزالة زبونه. عرفت بقى قيمة افندينا؟ عرفت. هاتها جمال يا رب. ما تخافش يا معلم، أنا مش عفريت، أنا مطرة. مطرة؟ وإيه اللي معاك في الضلمة كده يا مطرة؟ مستنياك يا معلم. وجوزك لسه بره؟ لا، طارو هو اللي لسه بره ومرجعش لغاية دلوقتي يا معلم. أنا بكلمك على جوزك براء. وأنا بكلمك عن جوزي غريب. بقولك يا مطرة، اليوم كان طويل وكله بلاوي ودماغي فيه اللي مكفيه، يعني مش ناقص زن. هو مش النهاردة برضو كان يوم خروج اللي قتل غريب؟ صح كده ولا أنا غلطانة؟ أنا عملت اللي عليا، هو اللي لسه ليه عمر. عملت إيه يا معلم؟ بعت له عيل خيبان يطخوا عيار في الزحمة؟ وياريته نفع، وجاي اخر الليل تنام ولا كأن ابنك راح منك. كنت عاوز اعمل ايه يا اختي؟ ابعت له ابني التاني واقلبها مجزره عشان اخسره هو كمان؟ ما انت بعت اخوه قبليه. انت بتقولي ايه يا مطر؟ اسمع يا معلم، انا دخلت بيتكم بالمعروف وهخرج منه برضو بالتراضي والمعروف، وكده احسن للكل. الظاهر ان طيبتي وحنيه قلبي خلوا عقلك يفوت عشان لسانك يهرفض بكلام زي ده. يا معلم، انا وبراء عمرنا ما كنا متجوزين. لا هو قادر ينسى ان انا مرات اخوه، ولا انا قادر احب فيه اللي حبيته في اخوه. ازاي بس هنعيش مع بعض؟ زي كل الناس يا اختي ما عايشه. لا انت ولا هو اول ناس يعملوا كده. وده اخر كلام عني، يعني مش عاوز اسمع كلمة زيادة. فاهمة يا مطرة؟ فاهمة؟ اسمع على خير يا مرات ابني. لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين فاغفر لي. لا إله إلا الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ادخل يا أبو سنة. أنت لسه صاحي يا حاجة؟ اقفل الباب وراك وتعال. فريوة، أول مرة يعني تعدي معاد نومك؟ مستنية أصلي العشاء، ما جاليش نوم.
مش بيقولوا العيار اللي ما يصيبش يدوش؟ يجيلي نوم ازاي بقى وصوت العيار اللي استقبل ابني قبل مني لسه بيرن في وداني؟ ومين قالك ان احنا هنعديها يا حاج؟ ايوه، والرد لازم يكون فوري، واي قسط هيشجع الكلاب دول يعوا وينهشوا في لحم سيادهم. خميس لسه خارج من السجن يا حاجه، مش عايز اورطه في مشاكل وحواديت. سيبوا خميس على جنب، خليه يشم نفسه شويه. ماشي حاضر، امرك يا حاجه. بقول ايه يا ابو سنه؟ نعم. احنا عايزين نخفف شويه البيع بالقطاعي، له وقته وله من قيمه خميس. ماشي يا حاجه، والله انا كنت بقول كده برضو. احنا نعمل حسابنا ان احنا نجمع له القرشين اللي خلوه يقف على حيله في السوق، واذا عجزت معانا ناسنا واهالينا اللي في الصعيد مش هيسيبونا. عين العقل. ومن بكره ان شاء الله نخف بيع القطاعي. ماشي يا حاجه، امرك. هسيبك بقى عشان نصلي العشاء. ادعي لنا يا حاجه. ربنا ينجح مقاصدكم يا رب. هات يا جمايل وعدل المايل يا كريم. بالاذن يا حاجه. مع السلامه يا اخويا. ربنا ينصرك يا خميس يا ابني، وما يفرحش فيك عدوي. الله العظيم. ايه يا مطني؟ الزوز فين؟ ماني منكلمه على المحمول بتاعه ما بيردش. اشوفوا لي فاني ده. وقول للرجاله تجهز عشان في قاعده بكره. يلا اغفى. يا كرامه مالك؟ خميس؟ ايه ماله؟ لا مش فاهم انت بتقول ايه. بتقول لجنابك يا دوب عينها غفلت قامت ما لقيتوش جنبها. ما قالش هو راح فين؟ لا اله الا الله، هيكون راح فين الساعه دي؟ بدران. مير مير مين؟ الرصاصة جت في كتفك ولا في دماغك؟ نور النور يمكن يعرفنا. نور النور يمكن يعرفنا. حاضر. يا عيني يا بدران، لا اله الا الله. افردينا. ايوه يا اخي. انا في حلم ولا في غيبوبه؟ غيبوبه ايه؟ ما انت زي القرد اهو، يعني انت هتتصلبط؟ انا مش مصدق نفسي. الصبح تديني دمك وبالليل تديني حبك، قصدي يعني تيجي تزورني. هو ماله؟ مجروح يا ولدها. يا ده انا مش جاي ازورك. امال ايه؟ حسيت ان في رصاصه تانيه قلت تاخدها من قصيرها وتخليها هنا في المستشفى؟ ياد ما تثبت يا بتاع اللي عمال يطلع وينزل ده، اثبت يلا. انا جاي اسهرك سهره ترجعك 10 سنين ورا. 10 ايه؟ قول 20 بصلاحيتك دي. حاسب حاسب عشان الجرح بالراحه. انا اللي حاسب؟ ما سهرت ايه؟ ما انت شايف معلقين لي جلوكوز، وكل شويه يمروا علي الدكتور، واي مجهود في خطر على الدكتور على الجرح. بالاماره حتى ادوني البتاعة دي. ومين قال لك انك هتعمل مجهود؟ امال حصل ازاي؟ هذا انا هعيشك ليله من ليالي افندينا. مش فاهم. وانا ما احسش اني خرجت الا لما اروح اشوفها بعينيا. هي مين؟ رمانه يا بدران، رمانه. لبسوه وهاتوه بدواب جرحه جلوكوزه. يلا يتوب علينا ربنا. بسم الله الله الله. اخرس هتودينا في داهيه. اللقاء التالي نعيش ونستحمل على انغام الفرقه الاساسيه مع نجم الاغنيه الشعبيه اللي ضرب حجرين على الشيشه مع كوبايه ميه، النجم الفنان هوبه. ومعكم وليس معنا نجمه المحل الاولى رمانه الميزان اللي ما بتكدبش ابدا، الراقصه اللهلوبه اللي ما يهمهاش السياحه المضروبه، الفنانه رمانه. Thank you.
احرق واجري يا رمان يا عسل بشمع وفي بطرمان موصوبة للق وللقار يا شوكولاتة يا محشية من كم كهرباء أنا من جسل بلبن مفيش ولا ايد طيلة بردك يا تلا وسخن أبرم برم دين كلبي داك استنى البلد اللي يستفندي استنى البلد اللي يستفندي وانا اقول لحدوبة شاية عروبك وانها اخويا جوان ملعوبك انت خلاص هادي كل في قلبي هادي كل في عقلي هادي كل في قلبي هادي كل في عقلي نعمة عسلية تقول مخلية جات بصيتها فيك او فيا ازاي تسيبه يروح لوحده؟ اهو اللي حصل يا كبير. ولا انا مش قايل لك كتفك بكتفه تقوم تسيبه يروح في ليله زي دي وهو ناوي على ليله زي اللي قالها؟ حاولت يا كبير هب في وشه وهزقني قصاد الرجاله وانت عارف معاليك طبعه الحامي. ما يهزقك ولا يمرمط بكرامه اهلك الارض حتى. هيجرى لك ايه يا اخويا؟ هتقلص رجل ولا هيتشل لك دراع؟ تب وتغطس وتشوف راح فين؟ ما انت يا كبير عارف المعلم براءة ده زي الزيبة. تليفونه مقفول كمان. ولا تقب وتغطس وتجيبولي ان شاء الله من تحت سبع ارض فاهم؟ انا هستناكوا في الاستراحة متأخرش عليا. غور من وشي غور. حصل يا كبير. كمان ناقص زروات عيالي. افندينا افندينا واسع
وصل، افندينا وصل، خميس باشا افندينا، افندينا، تحية لمصر وابطال مصر ورجالة مصر، رجالة مصر، رجالة مصر، خميس باشا افندينا، قول عظيمة مصر افندينا. ده دي الكابتن ابراهيم سعيد بتاع الاهلي. هو افندينا ما شاء الله، بيلعب فين دلوقتي؟ زي ما انت شايف احترف. والست حبالي مع الجيشة، توب علينا ربنا. مع توتو والسبع ويشة. يا ابني يا ابني يا ابني مش هعمل كده تاني. عملت له دخله ملوكي وترستق على الترابيزه اللي على البست زي ما انت شايف يا برنس. لحقت السنين تمر بسرعه، تلاقي خرج حسن سير وسلوك. لكن الدنيا كلها بتجري غيرش انت بس اللي قاعد. خلاص يا شلب انت هتعمل لي فيها توك شو، كفايه الخبر الاسود اللي انت جايبهولي ومعدتي اللي مش مستحمله اي توك شو. سلامتك يا برنس، قول لي محسوبك. ما انا خلصت نمرتها؟ اه ولبست وماشيه. الحق خرجها من الباب الورا. ولما تسأل كلها في زباين سخيفة نفسها تفرط حب الرمان. ايه الدماغ دي؟ صحيح مفيش غير ملط واحد. أوامرك يا برنس. ميسا فندينا خرج، يعني شهر العسل جول وابتدينا التوكشو. اخلص، عرفت حاجة؟ وصلنا له يا كبير. فين؟ كباريه مالت بيضون، رائد لأفندينا هناك. وانت كنت فين؟ وازاي تسيبه يروح لوحده؟ ما انت عارف دماغ المعلم براء، ناشفة زي الحجر، رفض حد يروح معاه. يوم يروح له في حجر مالت، ده كلب أفندينا. وقطط بتتمسح فيه، جهز بسرعة كام راجل من رجالتنا يجوا معانا، لازم نلحقه قبل ما ياكلوه، يلا بينا. خميس قفش الدنوح في كباريه المال وعامل عليه حفلة هناك. خميس اللي راح له ولا هو اللي جاله؟ لا الواد هو اللي راح له، بس شكله كان نوع الشر، لكن أفندينا لعبها معاه وجابه تحت رجله. خلاص. مال وشك مسفر كده ليه؟ لا لا الا الله، النوح مش هيعدي اللي حصل لابنه ده بالساهل. عج هو خميس قرص على الواد بالزياده الظاهر كده. ما دام الخبر وصل لك يبقى ضروري راح للنوح. طب والعمل يا حاج؟ طب تسالني يا ابو سنه، لم الرجاله وروح في ظهر خميس احسن يخرج يتفاجئ بيهم. هات يا جمال يا رب. استرها يا رب معانا، استرها مع خميس.
الواد الزوز راح ربطه في كرسي كانه حرامي، ورحنا ملبسينه نص التوب الفوقاني لا مؤاخذه واحمر وهو لابس اسود. لو كنت شفت المنظر ده كان قلبك رقص بالضحك قد وسطك 100 مره. ايوه يا خميس يا حبيبي، بس انا خايفه عليك، قلبي هيقف من الخوف. اتهد شويه يا اخوي، ده انت يا دوبك لسه خارج وعملت كل ده، امال اللي جاي ايه؟ اللي جاي زي اللي راح، كله رغاوي. يعني انت هتفضل رامي نفسك في النار كده على طول؟ تخافيش يا رمانه، النار ما بتحرقش مؤمن. انا ما بهزرش. ايه ولا انا بهزر ولا انت شاك اني مؤمن؟ لا طبعا يا اخويا، ربنا يزيد ويقوي ايمانك اكتر واكتر. امين ان شاء الله. بس انا والله خايفه عليك من اللبش ده. لبش ايه؟ هو انت عايزين اسيب حق يا رمانه؟ اسيب الناس اللي خانوني وسلموني للحكومه؟ اسيب البيت لعالم واطيه يلهفوه مني؟ البيت اللي تعبت وشقيت وانا ببنيه طوبه طوبه. انت ما تعرفيش انا تعبت قد ايه ولا شقيت ازاي عشان ابني البيت ده. انا اتذللت للزباين، انا ياما كنت طايف للزبون اثبته واتذلله. اللي جاي ياخد قرش ولا قرش ونص اثبته عشان ياخد له وقيه، واللي بياخد وقيه ولا وقيه ونص اثبت فيه عشان ياخد له فرش ان شاء الله حتى يقسمه هو وزمايله. انا شقيت يا رمانه، شقيت وعرقت وتعبت على ما وصلت اللي انا فيه وبقيت كده. اقوم بقى سايب كل ده في الاخر واقف اتفرج؟ ساعتها مبقاش استاهل اسم افندينا يا رمانه. ايوه بس انا بصراحه كده ماليش فيه، انا بحبك يا خميس وخايفه عليك، مش عايزاك تضيع مني وتبعد عني تاني. هو ده قدري ومكتوب يا رمانه، غلط بقى ولا صح هو ده انا. اليوم امي جالها الطلق فيا كانت بتوزع بضاعه ساعتها وشالتني، كنت يا دوب لسه حته لحمه قد كده حمرا كده صغيره، وقامت شايلاني في صندوق حشيش. عشان كده انت طلعت صاحب مزاج. انا اتفطمت عليه. من ساعتها وانا بقول يتوب علينا ربنا، ولحد دلوقتي بقولها. الصندوق ده يا رمانه كان تابوت، تابوت من اللي بيشيلوا فيه الميتين، زي ما يكون مكتوب عليا اني اجيب الدنيا من اخرها واسرق طعمها من بق الموت. احنا ايه الكلام الكئيب ده؟ ايه اللي فكرنا بالليله دي دلوقتي؟ هو انا ما وحشتكيش يا بت ولا ايه؟ وحشتني طبعا. طب امال ايه بقى؟ ايه بقى؟ تعال بقى اهو. ايه؟ اهو بقى. تلعبي ريست؟ ريست ده ايه؟ ريست يا بت، ريست دي لعبة النخبة. تعالي بس ما تخم. ماشي ماشي يلا. بس اظبط كده، واحد اثنين ثلاثة. يا بنت قوية، يدوب علينا ربنا. راح فين على الصبح كده يا براء؟ مالكيش فيه، خليك في حالك. ما هو ده حالي، هو انا مش مراتك ولا ايه؟ مراتي؟ مراتي بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارة الوضع اللي ابوك غصبنا عليه. بقولك ايه؟ حل عنا فوخي والصبح قولي على الصبح. انت صحيح لو عايز تنتقم من خميس لازم تعرف ان عنده رجالة كتير وعزوة اكبر، يعني عشان تنتقم منه لازم تبقى قده. خدني على اخوانا اهو، رجالته ابن الكلب، بس وديني لكم جايب اجله بايدي دول. ساعتها هتكبر في عيني وتسد الخانه الفاضيه وتحل محل اللي راح. اكبر في عينين مين يا بت؟ اوعى تكوني فاكره ان انا رايح اخد طار اخويا عشان اكبر في نظرك ولا حاجه. ده انت تبقي اتعبطتي، قدك 10 مرات بيترموا تحت رجلي كل ليلة. بس انت بتيجي كل ليلة تترمي تحت رجلي وما بعبركش. تعبري فيه يا بت؟ آه! آه! آه!
تضرب غير النسوان، انما تيجي عند الرجاله تعمل فار. انا فار يا بنت الكلب؟ وهات امك لعرفك ما امك صح. حرام انت وعدك ربنا عندك. بس وانت نزلي تحت دلوقتي. يلا ارفع وشك يا مش ابن النوح اللي يحط وشه في الارض. مش هقدر ارفع وشي يابا غير لما اسحله قدام رجالته واخد حقي بايدي. حقي ما يتاخدش بقعده نسوان في البيت ولا بكلمتين فاضيه. الحق يلزمه قوه تحفر بيها قبر للي ليه كتار عنده. والقوة دي لازمها دماغ شغالة عشان توزن بيها كل ده، عشان يوم ما تضرب كفتك انت اللي تطب. فهمت يا براء؟ نسوان ناقصة رباية؟ ده احنا على كده بقى ما كناش نسوان. الوليه كل شوية تغضب وتصرخ وتروح تعيط له. قال على رأي المثل، الراجل أنيها وهي بتبص لأمه بعينيها. البشاير قال ده المفروض يسموها نوايب. ولا ولا الله يخرب عقلك، انت بتلعب في الجهاز عشان تموتني؟ انا عارفة ان امك مسلطاك علي عشان تعمل فيا كده. البيت بتابونا والغرب بيكرشونا. يا لهوي، انت البيت اللي انا لسه موضبه، انا الحقيقه منين ولا منين؟ بس الحقوني بقى. صباح الخير يا امي. صباح النور يا حبيبي، ازيك؟ في ايه بقى الصبح؟ طبعا ملاتك من ناحيتي وشعليلتك نار. يا ام يا ام، انا راجل عندي شغل وطالع عيني فيه عشان خاطري. بالراحه بالراحه يا اخويا، ربنا ياخدني ويخلصني بقى وترتاحوا، عشان ترتاح انت ومراتك وابنك في قلب البيت ويروق. لا همهم كله انهم يخلصوا مني. ابوس ايدك ابوس ايدك، خلي انت قلبك عليا عشان خاطري. حاضر يا حبيبي حاضر. انا ليا ايه في الدنيا دي غير راحتك؟ انا مناي حاجه واحده بس. اموريني تطلق الوليه دي وتخلص منها، ده ابوسها عكر. شايف ادي امك ايه؟ عايزه تخرب بيتي وتطلقني. قولي لي بقى، انت هتستفيدي يا ست انت لما تخربي بيتي؟ هتتجوزيه انت؟ ضربي قله الادب بتاعتك دي. امال عايزه تخربي بيتي ليه؟ ده انا حماتك يا بنت، انا هضربك بالجزمه على نافوك. كفايه بقى كفايه، ده ما بقاش بيت، ده بقى بستان. طب اعمل ايه؟ انا هخفى من وشكوا خالص، وحتى همشي هروح شغلي من غير ما اغسل وشي. ارتحتي بقى يا اختي؟ ارتحت انت يا اختي؟ دلعتي ابنك؟ لا تكنيله في شكلك، امشي غريب من وشي. ده انت ما فيكيش ذق. هتتطلقي هتتطلقي. شاي بتاعك يا معلم ابو الشمة. شاي سكارة. تحت امرك يا معلم. فين السكين ونص؟ خير يا عمنا. اهلا. ادينا الطلب ده. وجب. كمل انت مع الضغوط. عيني. خليك معايا يا ضغوط، كمل العشر. ايوه استناك. نص فرشه اربعات يا معلمي. زودت 100؟ حصل. طب اخفى دلوقتي. اه لا الصبر، عملت لي السكينه اه لا. انا عايزك اذبح. ها؟ طول عمري بقول لنا قد الشوق وليالي الشوق ولا قلبي قد عذابه عذابه.
يا شوق اللي مخرجك كده قدام البيت، الناس رايحه جايه عماله تبص. ايوه استني. ايه بص لنا؟ مالك يا اخويا؟ اتخنقت زهقت قلت اطلع بره اشم شويه هوا. طب خش جوه دلوقتي. خش جوه دلوقتي. من عيني. حاسب لا تقع على وشك. كعبلت في طرف الجلبية يا حاج. سلامتك من الكعبالة يا معلم. عايزين نص فيها اربعات. كم دول؟ زيادة 100. بقول لك ايه؟ نعم. قول للولية بتاعتك دي تبطل الأعمال اللي بتعملها. الأعمال دي مش لينا احنا يا حاجة، ده عشان تبعد عيون الحكومة عننا. بس والله غلبانة وبتحبك البنت. اه يا اخويا وانا كمان بحبها من القلب للقلب رسول. ربنا دي من محبة مصلحة. عمر استاذ. انا عايزك في مصلحة يا معلم. مصلحة ايه لا مؤاخذة؟ احنا عايزين ربوية حشيش. ايه؟ حشيش؟ اصل انا ودني بعافية ما بسمعش. الحشيش قال. لا مؤاخذة يا معلمي. لا مؤاخذة يا معلمي. قال انا منامك يا معلمي. في ايه يا زوز خير؟ الاستاذ تايه. فانا قلت مفيش حد هدله غيرك يا معلمي. معلش يا ابني اعذره، الدنيا تلاهي. هو حد عاد عقله فيه اليومين دول؟ تحت امرك اخويا، في حاجة؟ انا جاي اقصد مزاج الخير يا معلم. بس كده عينينا ليك. خدوا المعلم شلوفه خليه يعمل له احلى حجر معسل على حسابي. اوعى تحاسبه ده ضيف. ها يا معلم انا قصدي المجاج حشيش يعني. ايه حشيش؟ حشيش يا ابني؟ حد قال لك ان الحته دي في حد بيبيع فيها حشيش؟ يا نهار اسود، ده خير انت تعمل شر انت. لا نضيفك تقول لنا بتبيعوا حشيش؟ يا ابني احنا بتوع معسل. الحقوا يا اخوانا، الراجل ده جاي يبوظ سمعتنا، بيقول الحته فيها حشيش. حبيبي انا بجهز لك الفطار. والجاكيت فين؟ جاكيت؟ لا مش هنا، مش في الدولاب يا حبيبي. ما انت حاطه هنا ورا الباهي، انت نسيت ولا ايه؟ اهو الجاكيت بتاعك اهو. الضرفه دي مقفوله ليه؟ مقفوله؟ اه اصل انا قافلاها، اصل انا هدومي كلها حاطاها في اوضه اللبس هناك، فحطيت شويه حاجات حريمي كده قفلت عليها هنا، ما ينفعش تشوفها، عيب كده. حريمي؟ اه بس يا خبوستي بقى، ما ينفعش. مش بتقولي حاجات حريمي؟ بس عيب. يلا يلا عشان تفطر، انا عامله لك الفطار بايدي. انا هفطر في الحاره مع اهل الحاره، وحشوني. طب يلا عشان تلحقهم بقى. طب ابص بص. يلا بس خد الجاكيت بتاعك. ايه اللي هناك ده؟ ايه ده؟ مش شايف حاجه. بس هو مفيش حاجه، شويه حاجات كده حريبي. يلا يا روحي يلا. حريبي. يلا عشان تلحق. بس لما اجي ابص. ماشي يا اخويا ماشي. رمانة. كنت فاكرة روحي بس متشعلقة في رقبتك، أتاري جدتي وكل حتة فيا قفشين في إيدك، مش طايقين غيرك حتى لو كان من دمك. قلبي متفصص يا غريب وشبع مرار طافح، لا انا قادره الم نفسي في حضن اخوك ولا طايقه اديله ركن جنبك. ومين فينا اللي مات؟ انا ولا انت؟ الجواز وايام الجواز وسنين الجواز، ادي اللي احنا بناخده منه. للشباب هم وقرف وغم وكلام فارغ. لا والغريبه بقى ان في ناس لسه عاوزين يتجوزوا، يجوا يشوفوا النيله اللي احنا عايشين فيها دي. تؤمر بحاجه تاني سعادتك؟ لا اتفضل انت ادخل. الهوا معالي باشا. طيب عندك.
حظك في رجليك يا باشا، اخباريه طازه ومن النوعيه اللي بتحبها، قلت لازم اجي ابلغ لك بنفسي. قبل ما تقول اي حاجه علي، انت قاعد على القميص بتاعي. مبروك يا ام سامي. الله يبارك فيك يا حبيبي. استنى خد يا ولا زرقتوا يا بنات. تصرفوا على النسوان. مساميه عيونه مساميه وقلب مساميه. هات المفتاح عشان عايز انام. نوم ايه النهارده؟ يوم مفترج والبنات هم هروح نهيص. نهيص ايه؟ وانا زبون يا مساميه. خلصي بقى هات المفتاح. زبون اخص عليك، ما تقولش كده، ده انت صاحب بيت. بيت ايه ده اللي حابه صاحبه؟ وحياه ساميه اللي عيني لسه ما رايتها، لا خليك كبير المنطقه، اخليك ديك رومي منفوش كده. ماشي اخلص يا مساميه، انا تعبان. الله 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 الله، ايه ده؟ الله 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 الله. ايه ده؟ البضاعة دي مركونة هنا ليه يا براء؟ أنا حاج اللي قلت لهم يلوموها من السوق علشان يزيد سعرها يعني. وأنت فاهم لما البضاعة تشح من السوق الناس هتسكت؟ يعني هيعملوا زهراتك. اخرس انت، امرك كبير. بضاعة دي لما تشح من السوق الناس هتدور على غيرها، وفي زيها دلوقتي كتير والمضروب منها بقى اكتر. يا معلم ما حدش يقدر ينزل قصادنا في السوق. يا حاج السوق انا ربطه من عرقوبه، وكان يعني على خميس وعيلة ابو سنه، فدول كبيرهم سبارس يبعوها في دلاب زمن وراح. يا واد افهم، سوق بير السلم هو الخطر الحقيقي اللي انت ما انتش حاسس بيه. دي ناس مدرية محدش عارف عنهم حاجة، والكيف ويزل صاحبه وبيخليه يترمي في عبء اي حد يزبطه. بضاعة دي لازم تتوزع من الليلة. ايوه حاج، بس ما بسش كلمة اللي اقولها تتنفذ على طول، فاهم يا براء؟ احنا هنسلم حبايبنا الاول، عربياتهم هتبقى جاهزة في المكان والمعاد اللي أنا هبلغكم بيه قبلها بساعة. براء مع خرفوش ورز ويا الرجالة. وشفاعة يا حاج؟ لا شفاعة، عنده زيارة لناس حبايبنا. اتفضل يا كبير. تخيط الحجاب ده في حجر بنطلونه وحتنوا له المراد، وبعدها العيل هينزل يتزفلط دغري من ظهره. ادعي لي، اوعي تنسي الاسم، حنتومه سقسقه عشان الدعوه تجوز. اما الحلاوه بقى يا وليه. اسكتي شويه، عايزه اكلمك احكي لك. مال خلقك ضيق كده؟ مش مقاس حلاوتك؟ ده انت حلاوتك ياما وتسعي من الحبايب كتير. وحياه امي يا حنتومه، لو ما سكتي لحجب لك الرجاله اللي بره يجوا يقطعوك هنا. ده اما شويه رجاله بره، انما ايه؟ لوز. بقول لك ايه، ما تجيبوهم من بره يفتشوا ويبقى التفتيش ذاتي. وهو كل واحد ينوبه من الحب. يا وليه تهدي شويه ووراقي كده بالصاجات اللي نازله بيها على دماغي. انا جتتي مش خالصه. ايه هو المعلم؟ مش المعلم. امال مين الاصل؟ اختي مش عارفه، ده زي ما يكون طير كده وحط على سقف بيتنا. سمعت عنه كتير واستنيته اكتر، وساعه ما شفته زي ما يكون عفريت ولبسني، زي ما تكون يا اختي الندحه بتشتغلني في الرايحه والجايه. اهلا، هات الكوز وسيبك من العجوز. مرهوش مرهوش، ده الحكايه عوق وكلها مطبات يا ست شوق. طب والخلفه اللي كنت بتجري وراها من المعلم واللي بقالك سنين هتموت عليها يا اختي؟ بركه انها ما حصلتش كده، اسلك واروق عشان الواحد لما يعوز يهنج. لا قد كده ورسني على الدور عشان حنتومه سقسقه تعرف تشتغل، ولو كرب يعدي ولو ضيقه توسع ولو شر امثلهولك واسلت لك منه خيره. اه يا بنتي يا حنتومه، لو حصل هتشوفي مني اللي عمرك ما شفتيه بره. هديكي بدل الطاقه 10، بس هي الرجل تيجي والسنارة تغمز
فاتحين ابواب رزق لناس كتير، العمال رجال ونساء، شيوخ واطفال. عشان كده انا اعتبرت ان كل ما ليه حقده من القضيه دي حرام. خميس ابو سنه نموذج للشاب المناضل الذي كافح منذ الصغر ليصبح رمزا قدوه، وهو تربيه ايد سيده كريمه هي الست ضويه، هذه السيده القاعده اللي ربته احسن تربيه، باختصار جعلت منه راجل نفتخر بيه كلنا. ايه اللي انت بتهببه ده؟ انا معلمه؟ ايوه تعالى. مال ايدك خرعه كده؟ ها؟ اتفضلي يا معلمه. افردها كده، ها؟ تخبط عليها كده وتكبسها، ها؟ تسلك معاك. ومزانة فردينا يرضى عنك. ماشي يا حاج. مية مية يا معلمه. لم يا رجاله، الوقت ازف. ما تقلقش يا معلم، بابا واقف. ظبطت مع اولاد النوح؟ وهيبقوا جاهزين في الميعاد. 100 فار بيلعبوا في عبي لما بسمع سيرتهم. السوق ياما بيلم يا حاجه، واللي فلوسه حاضره هو اللي بيشيل. دول ناس سكتهم عوجه ونيتهم وحشه. ملناش فيه، احنا شغلنا نضيف نضيف ومزنع على الشعرايه، واللي هيفكر انه يقل معانا خلي عينك في وسط راسك. افرش نضرجيه ياما عشان تامن نفسك. حصل يا ست الكل، مش ناقص بس غير دعواتك. بتبارك يا حاجه، ربنا يجعل لك في كل خطوه سلامه. يلا يا رجاله. يلا ابو جمع. ابو سنة هات يا جمال يا رب. خد بالك منك. نتبارك يا حاجه. قضية أقل ما يقال عنها إنها مهلهلة وبلا أسس، لا أدلة، لا قرائن، لا شهود، مجرد فخ تم نصبه لموكلي من ناس انعدمت ضمائرهم، ناس انتزعت من قلوبهم الرحمة وامتلأت حقد وكراهية. هم دول أعداء النجاح، بل أعداء الوطن. تمام يا فندينا، في ميعادك مظبوط. احنا كل شغلنا مظبوط.
هتقول له طلع على البضاعة الأول. وماله طل؟ بس سلم تستلم مش تلقف. أنا عارف وكمان جاهز، بس أحب أطمن. طمن وماله؟ ما ضرش. والله زماني غريب. حقك يا خميس. أصل يا غريب. أصل يا فندينا. حكومة! خيانة يا خميس! الفلوس البضاعة راحت! عملتها يا ابن النوح! لازم تهرب يا خميس، الحكومة طبت. أقول لك امشي. اسمع كلام يا خي، روح لأمي. امشي. هتموت يا غريبة. امشي. يلا. رصاصك خلص يبقى هتموت. ثم ان اهل المجنى عليه ما اتهموش خميس ابو سنه بقتل ابنهم، بل على العكس كل اقوالهم لصالح موكلي، سيما وان الشهود وتحريات المباحث افادت ان موكلي لم يكن يقصد قتل المجنى عليه. اما بالنسبه للتهمه الاخرى والخاصه بالاتجار بالمواد المخدره، فالمعمل الجنائي قد افاد بسلبيه جميع العينات المضبوطه، وده دليل فني ملزم للمحكمة يا فندم. يعني احنا في السليم يا سعادة الرئيس. وشكرا. الحكم يصدر بعد المداولة. رفعت الجلسة. جماعة!
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد المداولة والاطلاع على أوراق الدعوة ومواد الاتهام وسماع المرافعة، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم خميس عنتر أبو سنة وشهرته أفندينا بالسجن 7 سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط. رفعت الجلسة. ألف مبروك يا ابني، ألف مبروك يا حبيبي. والله حمد خير، ما تخليهاش تيجي تضرب. ما تقلقش يا ابو جمعه، هيعدوا اهو. روح ياما. مع السلامة يا حبيبي. ريحيني روح ياما. مع السلامة. يا رب الدين. مع السلامة. مع السلامة. الله، ده الرجاله كلها هنا وربطت المعلم. ده رجاله المعلم دهان البران يا معلم. كل عمره صاحب واجب، ما تفوتوش فوته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحب يا مرحب. لن طول عمرك وادي اصول يا معلم دهان. تسلم يا معلم ابو سنه، ده يوم عيد ولازم كلتنا نفرح ونجاور الاحبه. يا مرحب، اتفضلوا. اتفضل. يا مرحب بالمعلمين، كراسي هنا يا ابني للمعلمين. يا مرحب يا مرحب. اتفضل يا معلم. هنبص بس على الرجاله يا معلم. يلا روح. يا مرحب يا مرحب. شايبه حليب منه فيه واحلى حجر معسل. انه مزاج ده، ده كوارع. مزاج الخير يا معلم، دي الحته كلها بتضربه. فين اللي شربات يا كوارع؟ وسع الحته كلها. انا يا سيد المعلمين. تعيش يا شلوفه، نجملك في الافراح ان شاء الله. الحته كلها لازم تفرح يا معلم، احنا هيجي لنا عز من افندينا. سقع شربات يا كوارع. كلفت نفسك يا معلم دهان، ما كانش له لازمه التعب ده كله. بتقول ايه يا معلم ابو سنه؟ الود ود الكل يجي ويبارك ويهني افندينا. ليه في كل بيت عربون محبه وفدان جمال. الدنيا من غيره خراب يا معلم ابو سنه. ايوه على قولك يا معلم، كانت ايام عجاف، لا تبل ريق ولا تريح بدن. الله لا يعود ايام. النار ما تحرقش مؤمن يا معلم ابو سنه، وهو العدل بان وقال كلمته، وافندينا خارج للكل. الحمد لله. كله تمام يا معلمي، والرجاله مستعده. واللي هناك جاهزين وفي عرض اشاره منك يا معلم. تعال. عايزه اول ما يطل يلاقي الفرحة والبهجة مزوقة المنطقة كلها. عايزه يلاقي الفرحة بترقص قدام كل بيت. عايزه يشوف النور بيلعلط على مدى الشوف. النور اللي اتحرم منه في سنين الظلم اللي عاشها بعيد عننا. هاتها جمايل يا رب. من الهباب اللي بيضربوه بره دوت يطير لك نافوخك. ما انت شايفه عاملين ازاي؟ فرحانين ياما، ده خميس اغلى رجاله الحته. لا خميس ولا جمعه يا حبيبتي، مالناش فيه، خلينا كده في حالنا ومتدارين كان بالحيطه. اهو ده اللي باخده منك، على طول كده متلبشه ودمك هربان. على ايه كل ده؟ على ايه كل ده يا نن عن امك؟ يا بنتي يا حبيبتي، احنا ولايه، والراجل اللي احنا مسنودين عليه مش حمل صوت طلقه من اللي بيتضربوا بره. اللي زي حالتنا لازم يقفل بقه على لقمته ويكن في حته يتدرى فيها. انا اتاخرت على المعهد، يا دوبك اتص وشي. فوتنا. نعم ياما، لسه في موشح منسي؟ الموشح ده يا حبيبه قلبي عشان تحطي عقلك في راسك، لا هو عايزه ولا تخاريف. هو انا بس عملت ايه لكل ده؟ جرى يا بنت، انت فاكراني نايمه على وداني ولا مغميه عينيا؟ وحتى لو ده حصل هتروحي فين يا حسره؟ ده كلهم كم متر عمي نافدين على بعض، واللي متغطي بحيطان عريان. عايزه تقولي ايه بس ياما؟ صوره المحروس اللي انت مخبياها في دلابك عشان محدش يشوفها، ولا اللي كم هدمه جابهم لك زمان وصغروا عليكي وكل شويه تطلعيهم تشم فيهم زي الافلام؟ كل ده ملوش عوزه، دي حاجه تودي المورستان. انا مش فاهمه،
هو سحرك ولا قاري عليك يا بنتي؟ ده ما خش الهباب اللي هو فيه، ما كانتش ضفايرك اتحلت ولا كان عودك اتصاب؟ حصل ده كله امتى وازاي وليه؟ مكتوب يا ام، وده بقى اللي ملناش يد فيه. يا رب يا رب استر علينا ولا تفضحناش لك لحبيبك النبي. انت يا بيه، انت يا بيه اللي نايم ولا في دماغك كل اللي بيحصل لي؟ يا باشا يا بتاع الحق والعدل، قوم اصحى بقى قوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، ما هو انا العفريت اللي جايبه لك الست الهانم البلسم اللي قاعده بره دي بس علشان تشلني وتنقطني وتخليني اشد في شعري للنهار لحد ما هنحب. صباحنا وصباح الملك لله. يلا اديني بقى بالطريحه بتاعتك انت كمان، ما انا اصلي ناقصاك. جرى يا بشاير بريحه البصل اللي مالك هالصبح فيه. جرني خلاص، ما بقتش قادره استحمل. هو انت ايه يا اخي، متجوزني تخليص حق ولا حد مسلطك انت وامك لحد ما تجيبوا اجلي؟ يا رب. بتقول ايه؟ بقول يا رب صبرني. الصبر ذات نفسه لو عاشر الست الوالده اللي قاعده بره دي مش هيستحمل. انا حاليها منها ولا من ابن؟ يا بشاير كفايه بقى، مش كل يوم بنصحى على الموال ده. انا خلاص اتخنقت وطيقت وما عدتش طايق. خلاص اتخنقت يا بشاير اتخنقت. طب انا عندي لك حل كويس قوي هيريحنا احنا الاثنين. انا همضي لك ورق على بياض واتنازل لك عن كل حقوقي، بس اعتقوني بقى لوجه الله يا اخي. خلاص امضي الورقه وحطيها في الدولاب، اكيد هنحتاج لها. غيروها تاني؟ لا بره تاني، الحكومه بره عندي. يا نهار اسود، وانا عندي كمان شغل مهم. شغل مهم ايه؟ بقول لك الحكومه هنا هيشمعوا البنسون وياخدوا البنات. كله اثبت مكانه. يا لهوي، بقول لك هيشمعوا البنات وياخدوا البنسون. الحالات دي جري وسط جدعانه. الحاله دي بيبقى جدعانه كلها. طيحني يا بطل، تعالى هنا. قدامي ما انا همشي قدامك، انا همشي وراك، ما انا اكيد قدامك.